يقول أحسن الله إليكم: بعض العامة يشدد في رمي نوى التمر في القمامة، فهل لذلك أصل؟ ليس له أصل، لكن كانوا الناس في الأول يحتاجون النوى، يأخذونه للبهائم لأنه مفيد ونافع ويقوم مقام العلف، فهم كانوا يجمعونه ويبيعونه لأجل أنه ينتفع به. أما الآن إذا صار ما ينتفع به فليس له حكم التمر، ليس له حكم التمر. نعم.